في حديث ثلاثة لا يدخلون الجنة وذكر مدمن الخمر، هل يدخل في ذلك مدمن المسكرات أو المخدرات الموجودة في هذا العصر؟ الخمر، المسكرات، المسكرات خمر، المسكرات خمر، أما ما عدا ذلك الذي لا يسكر وإنما هو خبيث الطعم والرائحة والمنظر فهذا ما هو مثل الخمر، لكنه محرم، لكنه محرم يتركه الإنسان. نعم.